أنا اضطريت أقعد هيك بيت لأنه ما في كان معي مصاري أروح أستأجر. يعني لما سكنت هون ما كان معي مصاري، يعني هاي كل شهر. هلا بالوقت الحالي حتى الأيادي البيضاء اللي بيساعدونا بأجار البيت، لأن سنتين ثلاثة المرة عندي عم تغسل على إيدها، يعني زي أيام زمان. وما عندناش أي شيء، لا عندنا خزاين، ما عندنا تلفزيونات، ما عندنا أي شيء. بلاس قناة فلسطين الرقمية.